كل هناك سند وديال كنا سر وذا برامج كوركي جدا بي سوماليا قد بدأ عن حل جاند إن هنا وح أجو وين وركي جدا بي أمان كفيلا سوماليا أو أد لو أد كي يدع إذا ما دي أجو بدنا لجيا هالكاس كدي مركي عبسي حوج ليسوف وتصرت مدحتو يدا أو لجيا أبو إن لجفولي ورر هالساعة حتى بام حاس أكرني فهنا يعني ديك جهينا دولة مصر أو طبعا كن أو عيدا أهلوان أصو دريس سوماليا كدي مركي لبدلها هالجل كمية وق أفريقيا أدمس هي سوماليا أو كلي أيكه الجل دونان عيدا مدى مصر يكو جيبوتي لتلي هرئة فرماج فهد ياسين أو ورر عن جنبشل هين كوقع ديس عيدا إي مدحوين حس شيخ يسوق بحية حقو سرعة أو سوين كاريا بين دونا هي شركة جلها وذا تشي قرنك أو قرك أسعارا إن أسن قبسو من بلاها سوء عدن قد بدأ سيئاً وكفى فاهم دعنا برامج كنا إن شاء الله فلن ضعوا ذي مقالك لايك سار سيدوك على سيشار غري أو لسي وداك سحي بدك لأيكو وجرة براها بلشادة آدية دي دوما هاتسان تهي عينو كوبر لونو ورسوا بحي أيا شيئي إن هاتن سيوين لو أدكي أمنيغا حرونتا فيلا سومالي مغالا دا مقدشو كدي مركي أي سواب بحين ديگنينو هورل أوكو آدن ويرارو أي كوحد على شباب قرشين يسو إن أي فوليدو إذا ماذا أمانك جارهان كو إلى هذا ماذا حتويدا أيا حل بالعبيد أغرقاقي حوجن أو أي كوسو جيان أمني جحرن تفيلا سوماليا إيا أجار كده عبسي اللي جاقب أوجد ويرر على شباب أيك جيسن كران هالكاسيب إلى وردي لجوك لسوني هاي أيا إنه حقيقي إن إذا ماذا أي حل أغرقاقي كسميين لمان ودوين كجلا حرن تا وأي دقيه هين ماذا حدا مركاسي وجوس الرئيس إدالكا عنا أنت بدن جديد كب إيا دوينها لجأ علينا يا أجر ماذا حتويدا ما دام أي في جنان كجران عيدن كأمني جاء هالكاس هو الجلاد كوديب سيدوك على عيدا ماذا أيان أقولين إن جده الله جلاد اسمها ماذا حتوي هذا أما إن لقى صباحه عين ضدك كور جليين إن وجر أمر جود أو لو حد ده يرقرق على جسمه أجا فيلا سوماليا سببت هو إن أرنت الله سمعنا يا أيا كديب دجنينه مركا كصباح حفيز كقرمة مدوبة سوماليا أو لو شجعي إن الشباب أي مركا لو ركف فلين كرتو جده عاصمة ده كارهان براها كنترول إلى جاء العالية ماذا حتوي هذا وتعالى دا عاصمة دا براها كنترول إن لمبر أفر يحب تليدو إيه مقالة دا مقدشو قرامة دا ميدوبي أيا وحاي شاكتاي إن إيه شاي ديقنين عصوب أوكو آدان إن مقالة دا مقدشو إيكو جران إلا شنقاري أو إيكو بوحان والحاها قرحا إسلامار كان اللو قرشين أيو إن لغو فوليو أما باللغو فوليو ورر عصوب حفيسكا قرامة دا ميدوبي أيا شعبكا أوغاد ديقاي إن أي تغان قوبة حاس وأي شاكين إن أي سورتقال تهي إن مالما حاسو سعودة أي بيكستو قوح دار شباب فرينتان ديقنين تاها أيا سيدو كلا لغو شاك إن حفيسكا أي واجب كو تهي إن أمر كستا سوق قد بيو نغرغاق كستا أو شاكي أبوري كراسي لوغة ديكتون هادو جمعيه لسو دافع أيا إحايد مركي ورر حوغن أو لغو هوبتا أي قوح دار شباب كفلي سحيب تليدو أي مغالا دا مقتشو كاس أو لغو لها يدد بدن أو شعبها إسا مركان أوبادنا دالن يرو هالكاسي ساقع عويني وحقاك مركانا آنو إغنو دولدة مصر أيا وحا أي مركاسي عيدامو كمنان غاريا أسو دريسا سوماليا دوان ورمورتياد كسو بحميدة وغا أفريكا أيا لغو شاقة إن أوروكا أسو دوين أيو سامينتا هاولغال قابل سندنا عحسلنت أولو بحي هاولغال كتاقيرا دا إي حسلنت سوماليا هاولغال كاس وحا أبدالي دونا هاولغال كهاد جري أدمس ليرهدو وحانمك عيسا لوسو غابيا أزوم midowga afrika ayaa soo dhaweeyay dalalka masar iyo djibouti oo iyagu ku yaboohay in ay ciidamo ku biirin doonaan howlgalkan howlgalkan oo bedeli doona kan haatan jira ee admis ayaa loogu talagalay inuu taageero dadaalada dawladda federaalka ugu jirta la dagaalanka kooxaha al-shabaab iyo xasilinta guud ahaan dalka howlgaladaas ayaa sidoo kale qayb ka noqon doona nabadeynta iyo xasilinta goobaha lagu xoreeyay al-shabaab kamid noqoshada Masar ee howlgalkan ayaa ku soo beegmaya xilli ay xiisad ka dhaxtaagan tahay Soomaaliya iyo Itoobiya. Xiisada labada dal ayaa ka dhalatay heshiis isfaham oo ay Itoobiya la gashay maamulka Soomaaliland oo ka tirsan Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya. Masar ayaa waxa la sheegay in ay 10,000 oo ciidan u soo diri doonto Soomaaliya halka kumanaan kale ay Djibouti u soo diri doonto, waxaana u badan tahay in labadaas dawladood ay ka howlgali doonaan Soomaaliya oo gashay howlgal markaasi nooc cusub ah. Haddaba Masar in ay timaado oo ciidamadeeda ay markaasi soo galaan Soomaaliya waxa ay xiisad markaasi ku sii abuureysa Itoobiya maadaama Masar iyo Itoobiya xiriirkoodu uusan wanaagsanayn kadib is afgaranweegi ka dhashay sida loo qaybsanayo biyaha wabiga Niil ee labada dal mara oo ay Itoobiya markaasi bii xireen marka ay ka dhisaysay ama ba ay ka dhistay taasi oo ay si weyn uga xumaatay dawladda Masar maadaama nolosha malaayiin masaari ah ay ku tiirsan tahay biyaha wabiga Niil
wararka aan kala hadii aanu sii eegno la taliyay hore ee farmaajo fahad yasiin ayaa weerar aanan gambasho lahayn waxa uu ku qaaday madaxweyne xasan sheekh iyo saciidani agaasimihii hore ee hay'adda niza fahad yasiin sidoo kalena la taliyay u soo noqday madaxweyne farmaajo ayaa si weyn u weeraray madaxweyne xasan sheekh iyo saciidani oo uu xilligan ka dhaxeeyay khilaaf siyaasadeed oo aad u xoogan fahad ayaa waxa uu sheegay in labada nin ay maanta isku hayaan wixii ay hore ugu hayeen xukunkoodii sida uu ku yiri qoraal uu soo dhigay bartiisa twitterka agaasimihii hore ee niza fahad ayaa waxa uu ku eedeeyey madaxweyne deni in uu mar kasta u nugul yahay shisheeyaha uuna sidaasi darteed ula diriray markii ay xukunka joogeen uuna tii ku hayo hadda xasan oo markaasi raalli uga ahaa sida uu sheegay taasi oo ka dhigay in labadoodaba uu isku duray amaba labadoodaba u weeraray islamarkaana uu sheegay in xasan uu waagii hore markii uu mucaaradka ahaa saciidani ku taageersanaa in uu shisheeyaha la safto balse hadda dhibkii horey uu uga hayay dowladdii nabad iyo nolol uu haatan ula yimid dowladdan xasan sheekh maxamuud uu markaa hogaaminayo waxa uu yidhi fahad maanta isla habdhaqankii buu ku samaynayaa dowladda madaxweyne xasan sheekh deni waa siyaasi u nugul shisheeyaha kuna hadal adag mar walba qofka walaalkiis ah mana kala saari karo danta qaranka iyo danta siyaasadeed ayuu yidhi la taliyihii hore ee farmaajo ninka la yidhaahdo fahad yaasiin oo hadda si aad ah u bilaabay in uu wax u soo qoro islamarkaana uu si dhow ula socdo xaaladda siyaasadeed ee dalka ugu dambayntiina shirkii golaha wadatashii qaranka xaalad adag ayuu ku jiraa waxaana suurtagal ah in uuba qabsoomi waayo xitaa bilaha soo aadan maamul goboleedyada ayaa diidan waxayna ka cararayaan in doorasho la qabto ama markaasi dowladda ee doorasho u janjeerta ay qabato oo ay iyada shakhsiyaadka ay wadato ay markaa keensato shirka oo lagu ballansan yahay 12-ka bishan ayaa waxaa la sheegayaa in aysan jirin ifafaala haatan muujinaya in shirkaas uu qabsoomi karo iyadoo madaxda qaarkood ee maamul goboleedyada ay markaa cudur daaranayaan gudaanintaas ayuu ku dhan yahay wararkeenni intaanu marka la kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo bishaaro muhiima ma la jeceshahay naftaada caruurtaada qoyskaaga iyo qaraabadaada inay waxbarasho ku qaataan dalka masar haddaba haddii ay jawaabtaadu haa tahay deeqsan fiisa ayaa kaa caawin doonta helista dalkugalka masar iyo fududaynta fursadaha waxbarasho ee jaamacadda al-azhar iyo macadyada hoos yimaada sidoo kale qoysaska raba inay degaan masar si ay uga faa'iidaystaan fursadaha waxbarasho ee ka jira deeqsan waxay u diyaarisay fiisa jaban oo wakhti kooban ah iyada oo weliba ka caawin doonta ku biirista UN-ka waxaa kale oo deeqsan ku haysaa fiisaha dalalka kenya uganda iyo sacuudi carabiya oo si deg dega lagugu soo saarayo sidoo kale xafiisyada diyaaradaha ee doonaya inay nagala shaqeeyaan adeegyadan aan kor ku soo xusnay waxaanu haynaa fursado kale oo muhiima haddaba si aad u hesho macluumaad dheeri ah kala xiriir whatsapp ama wicitaan caadi ah nambarada kale ah +25 25 15 15 17 ama +21 11 28 33